أهلا بكم إلى نشرة المساء، أنا ميسون عزام وأحييكم مشاهدينا. نبدأ بالعناوين. في اتهام ضمني لتركيا، موسكو تندد بإرسال مرتزقة سوريين وإرهابيين من ليبيا إلى كاراباخ. بغداد ترفض استهداف البعثات الدبلوماسية وترى في إغلاق السفارة الأمريكية رسالة خاطئة. وفي نشرة المساء أيضا، جثمان الشيخ صباح الأحمد يوارى الثرى، والشيخ نواف الأحمد يتعهد بحماية الكويت وأمنها. وكل ما في وسعي حفاظا على رفعة الكويت. المناظرة الأولى، معركة لفظية قاسية تحولها إلى الأسوأ في ميزان تاريخ المناظرات الأمريكية. إذن نبدأ من معارك ناغورنو كاراباخ، إذ قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، قالت إن أفرادا من ميليشيا سورية في ليبيا يجري نقلهم إلى إقليم ناغورنو كاراباخ للمشاركة في النزاع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان. الخارجية الروسية وفي بيان لها دعت أطراف النزاع في كاراباخ إلى عدم استخدام الإرهابيين والمرتزقة الأجانب في الصراع. المرصد السوري لحقوق الإنسان كان بدوره قد أفاد أنه تم نقل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان للمشاركة في جبهات القتال، ما يرفع العدد إلى 850 طبعا بحسب المرصد. المرصد أشار أيضا في بيان له إلى أن تركيا تجهز الآن لنقل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان. هذا وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتصالين هاتفين بنظيريه الأرميني زهراب ناتساكانيان والأذري جيهون بيراموف، ودعا لافروف كلا الوزيرين إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا استعداد بلاده لاستضافة اجتماع وزاري بين البلدين لحل الخلاف. وفي المواقف من الأزمة، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قال إن بلاده غير مستعدة لمفاوضات سلام مع باكو تحت إشراف روسيا. وفيما يدخل فيه الصراع يومه الرابع، اعتبر باشينيان أن فكرة إجراء محادثات مع باكو الآن تحت إشراف موسكو سابقة لأوانها وغير مناسبة، فيما لا تزال معارك عنيفة جارية بين أرمينيا وأذربيجان. وكانت وزارة الدفاع التركية ردت على أرمينيا وقالت إن الاتهامات الموجهة لها بدعم أذربيجان بطائرات حربية ومسيرات تركية لا تستند على أدلة. ونشرت أرمينيا في وقت سابق صورا لحطام مقاتلة أرمينية من طراز سخوي 25 تقول إن مقاتلات تركية من طراز F-16 أسقطتها، وتؤكد أرمينيا على تدخل تركيا في المعارك لصالح أذربيجان. وبينما تستمر المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان لليوم الرابع على التوالي كما ذكرنا، باستخدام طبعا المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، دخلت عدة دول على خط الأزمة لمنع توسع رقعة القتال، حيث يبرز الدور الفرنسي أيضا والغاضب من تحريض تركيا لأذربيجان على جارتها أرمينيا. لا جبهة القتال هدأت بين أرمينيا وأذربيجان، ولا الاتهامات المتبادلة بين مسؤولي البلدين توقفت، فلليوم الرابع تتواصل المواجهات باستخدام مدفعيات ثقيلة وتجييش أكبر من الجانبين تقوده قيادة البلدين، خاصة على وقع اتهامات لتركيا بدعم عسكري وسياسي لأذربيجان. يريفان اتهمت أيضا أنقرة بزعزعة استقرار شرق المتوسط والشرق الأوسط وجنوب القوقاز. الوضع المتأزم ميدانيا في ناغورنو كاراباخ يقابله اصطفاف سياسي يتجه أكثر فأكثر إلى تدويل النزاع. دول عدة دخلت على خط الأزمة في مسعى للتهدئة، على رأسها الولايات المتحدة وروسيا، لكن الصوت الأعلى حتى الآن كان لباريس التي انتقدت الدور التركي الذي يشعل النار أكثر مما يطفئها. J'ai noté les déclarations politiques de la Turquie qui je pense sont inconsidérées et dangereuses. Et je le dis en particulier à l'égard de l'Arménie, la France au sein du groupe de Minsk, dans son rôle qui suppose l'impartialité qui justifie ma prudence,
demeure extrêmement préoccupée des messages guerriers que la Turquie a eus ces dernières heures. التحرك الفرنسي بشأن النزاع في ناغورنو كاراباخ والدعم التركي لأذربيجان سيكونان أيضا على جدول الاتصالات الفرنسية التي سيجريها الرئيس ماكرون مع كل من الرئيسين بوتين وترامب. في وقت تنذر المعارك في إقليم ناغورنو كاراباخ بتوسيع رقعتها وربما شدتها. إلى العراق الآن. مخاوف العراق كبيرة وتكبر أكثر مع عزم واشنطن إقفال سفارتها طبعا بسبب تهديد الكاتيوشا. وزير الخارجية العراقي قال إن بلاده ليست سعيدة، محذرا من فوضى السلاح التي قال بأنها قد تتسبب بحرق المنطقة، ومحذرا أيضا من الانسحاب الأمريكي الذي سيعطي إشارة خاطئة للميليشيا واصفا إياه بالخطير. مصادر سياسية ودبلوماسية أكدت لوكالة فرانس بريس أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنذر العراق بشكل نهائي الأسبوع الماضي بغلق السفارة الأمريكية في بغداد في حال عدم توقف الهجمات. هجمات قالت بغداد إنها غير مقبولة تحت أي شعار، مبقية باب الأمل مفتوح بإعادة واشنطن التفكير في قرار إغلاق سفارتها. خطورة هذا القرار، قرار انسحاب السفارة الأمريكية من العراق. تسابق بغداد الوقت لحصر أضرار استهداف المقار الدبلوماسية وتطويق تداعيات ظاهرة صواريخ الكاتيوشا في المنطقة الخضراء، وتخشى السلطات العراقية من أن يبعث الموقف الأمريكي برسائل خاطئة للعراقيين، والأخطر ربما ألا يقتصر قرار إغلاق السفارة على واشنطن. فالخشية الأمريكية على أمن البعثات والمقار الدبلوماسية شاركها إياها 24 سفيراً عربياً وأجنبياً في لقائهم مع الكاظمي، والذين أكدوا سعيهم لتحقيق الاستقرار والسلم، مرحبين بخطوات الكاظمي لوضع حد للاعتداءات على البعثات الدبلوماسية. وشدد السفراء على ضرورة ملاحقة المتورطين بالهجمات. من جانبه شدد رئيس الوزراء العراقي على حرصه على فرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا وجود جهات تسعى لزعزعة استقرار العراق وتخريب علاقاته الإقليمية والدولية. وزير الخارجية العراقي أيضا نقل عن الكاظمي تعهد بغداد بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية واتخاذ إجراءات أمنية جديدة. نقاط عديدة تتعلق بالإجراءات الأمنية المتخذة سواء في المنطقة الخضراء أو في طريق المطار أو في المطار نفسه. تشكل حماية البعثات صداعا مزمنا لدى السلطات العراقية، وخصوصا أنها ملزمة ليس فقط بوقف ظاهرة استهداف المقار الدبلوماسية، بل بمحاسبة المتورطين الذين لم يكشف عن هوياتهم. في نشرة المساء ولكن بعد قليل، حزمة عقوبات جديدة على النظام السوري لحماية المدنيين تشمل الفيلق الخامس وممولين للأسد. أهلا بكم مجددا إلى نشرة المساء. أقرت إيران بتسلمها سبائك ذهب من فنزويلا مقابل الوقود المهرب، مستغلة أزمة طوابير الوقود في فنزويلا. أظهرت بيانات موقع تانكر تراكرز لتتبع السفن، أظهرت أن الناقلة فورست دخلت المياه الفنزويلية تجاه مصفات الباليتو. الناقلة فورست هي واحدة من بين ثلاث ناقلات إيرانية. طبعا بحسب مواقع التتبع البحرية، خرجت الناقلات من طهران في 10 سبتمبر واتبعت أسلوب التخفي. نتحدث عن إطفاء أجهزة التعقب لمدة 3 أسابيع طبعا لتجنب أن ترصدها الولايات المتحدة. تحمل الناقلات مجتمعة حوالي 825 ألف برميل من البنزين وأيضا أنواع أخرى من المشتقات النفطية، حيث تعاني كما ذكرنا فنزويلا الغنية بالنفط من أزمة في الوقود تسببت في طوابير طويلة أمام المحطات. هذه هي المرة الثانية التي تزود فيها إيران فنزويلا بالوقود، وذلك منذ نهاية مايو عندما أفرغ أسطول من 5 سفن ما يقرب من 1,500,000 برميل من البنزين الإيراني. لكن الولايات المتحدة صادرت في أغسطس 4 ناقلات قالت إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني الذي تصفه منظمة إرهابية، وبحمولة بلغت حوالي 1,120,000 برميل. وأرغمت العقوبات الأمريكية إيران على خفض إنتاجها النفطي بمقدار النصف منذ أوائل 2018 ليقل عن 2 مليوني برميل يوميا مقارنة بحوالي 4 ملايين برميل سابقا.
وبالنسبة للعقوبات على سوريا، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات على النظام السوري، طبعا ضمن قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا. وشملت العقوبات الفيلق الخامس التابع لجيش النظام والمدعوم من روسيا وقائده بسبب عرقلته لوقف النار في سوريا. كما أدرج اسم نسرين ورنا إبراهيم، شقيقتي رجل الأعمال ياسر إبراهيم، هو معروف بتمويله نظام الأسد. الخارجية أشارت إلى أن داعمي الأسد يشجعون أقاربه على تعميق مشاركتهم في النظام، كما أكدت أن العقوبات لا تستهدف التجارة والأنشطة الإنسانية في سوريا، وأن واشنطن ستواصل العقوبات حتى يتخلى نظام الأسد عن العنف. المزيد تنضم إلينا من دبي جيرالدين جريفيث، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية. أهلا بك سيدة. بداية، هل لك أن تعطينا فكرة في أي إطار تأتي هذه الحزمة الجديدة من العقوبات؟ هل هناك جدول زمني أم ماذا؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. توقيت إصدار هذه الحزمة الجديدة من العقوبات مهم جدا، لأنه هذا اليوم منذ 3 سنوات قام نظام الأسد بقتل مجموعة من المدنيين السوريين في مدينة أرمناز، فتحدث الولايات المتحدة إلى مخالفات نظام الأسد ومعايديه على الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب السوري. وما يميز هذه الحزمة هو الشخصيات المستحدثة مثل رئيس المخابرات العامة وحاكم مصرف سوريا، فهؤلاء الأشخاص مسؤولين عن مساعدة نظام الأسد في شن هذه الحرب ضد الشعب السوري وإجبار من رجال أعمال في سوريا توفير المساعدة المالية للنظام، وأيضا قيام بالاعتقالات التعاسفية ضد الشعب السوري. فالولايات المتحدة لن تتوقف هذه السياسة حتى نرى تغيرات في سلوك نظام الأسد. على كل، كونك تحدثت عن بعض الأسماء لفت نظري اسم رنا ونسرين، ماذا نعرف عنهما؟ تم نشر جميع تفاصيل هذه العقوبات من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة. ما يهمنا هو تضييق الخناق على الشخصيات البارزة داخل نظام الأسد ومحاسباتهم على القيام بهذه الحرب وسرق الموارد من الشعب السوري، وبدلا من استثمارها في إعادة دمار البنية التحتية المدنية، يشن النظام حرب ضد الشعب ويستهدف المدنيين والمستشفيات والمدارس. طيب سيدة جيرالدين، هل وثقت الولايات المتحدة أو رصدت أي نجاح للخطوات التي اتخذتها حتى الآن لتأخذ هذه الخطوة؟ بمعنى آخر، البعض يقول إنه الاستمرارية في أخذ الخطوات يعني بأن الخطوات السابقة لم تكن ناجحة، هل هذا صحيح؟ بدأت إصدار هذه العقوبات منذ فقط 3 أشهر، وطبعاً لن نرى جميع التفاصيل بين الليلة وضحاها، لكن بدأنا رؤية نتائج من هذه السياسة. نرى المزيد من الضغط على نظام الأسد ومعايديه، وأيضاً نرى اضطرابات سياسية ضد النظام بسبب الضغط السياسي والاقتصادي، وأيضاً نرى مزيد من العزلة السياسية عند هذا النظام. فالولايات المتحدة تواصل سياساتها لتحقيق حل سياسي في سوريا وفقا للقرار 2254 وتحقيق وقف إطلاق النار على مستوى البلد. سيدة جيرالدين، عذرا، ذكرت أنه 3 أشهر فقط لهذه العقوبات، ولكن قبل ذلك كانت هناك عقوبات أخرى خارجة عن إطار قانون قيصر، هل كان لها تأثير برأيك؟ طبعا قد رأينا مثل ما قلت ضغط شديد على هذا النظام، وبالإضافة بأي إطار لو تعطينا تفاصيل، لأنه الضغط الموجود هلا ضغط اقتصادي ويطال الناس، وبالنسبة للولايات المتحدة من المفترض أنه أي خطوة تقوم فيها فيما يتعلق بالعقوبات الهدف الأساسي ليس المساعدات ولا المواطن العادي، أليس كذلك؟
ما يهمنا هو إنهاء هذه الأزمة وتخفيف معاناة الشعب السوري. فطبعاً ليس هناك أي حل عسكري لهذه الأزمة، هناك فقط حل سياسي، ولذلك تمارس الولايات المتحدة الضغط على هذا النظام. ومع الأسف حتى الآن لم يقوم نظام الأسد باتخاذ الخطوات اللازمة لا رجع فيه لتحقيق حل سياسي وفقاً للقرار 2254، لكن قد نرى ضغط واضطرابات داخل هذا النظام، لذلك سوف تواصل الولايات المتحدة هذه السياسة حتى نرى تغيرات في سلوك هذا النظام. طيب، هل من آليات معينة لتطبيق ومشاهدة تأثير هذه العقوبات على الأرض؟ وبالمقابل عندما نتحدث أنه هذا القانون يطال شركات وبالتالي دول أخرى، وهنا يمكن الإشارة إلى روسيا، يمكن الإشارة أيضا إلى إيران، هل من إجراءات اتخذت بهذا الإطار؟ نعم، الولايات المتحدة تتمتع بآليات داخلية وداخلية لتنفيذ هذه العقوبات، وأيضا قد رأينا من قبل دول أخرى خطوات مماثلة لفرض عقوبات على نظام الأسد. فالولايات المتحدة تعمل مع شركائها في المجتمع الدولي لتعزيز الضغط على نظام الأسد، ونسعى لمشاركة نظام الأسد في عملية سياسية وأيضا تحقيق وقف إطلاق النار على مستوى البلد. من دبي، جيرالدين جريفيث المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك. وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك في الحرمين الشريفين. وكان جثمان الشيخ صباح قد ورى الثرى اليوم في مقبرة صليبخات، وقبل ذلك أدى المصلون صلاة الجنازة على أمير الكويت الراحل، وتقدمهم الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت الجديد. الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميرا للبلاد خلفا للشيخ صباح الأحمد الذي توفي أمس. صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتأدية اليمين الدستورية وفقا للمادة 60 من الدستور. أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأدود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه. كما تعهد الشيخ نواف بضمان ديمقراطية الكويت وحماية أمنها واستقرارها. اعتزازنا بدستورنا ونهجنا الديمقراطي، ونفتخر بكويتنا دولة قانون ومؤسسات، وحرصا على تجسيد روح الأسرة الواحدة التي يعرف بها مجتمعنا الكويتي والتزامنا بثوابتنا المبدئية الراسخة. وأنني إذ أتصدى لحمل المسؤولية الجسيمة بروح الأمل والطموح لعاهد الله وعاهد شعب الكويت وعاهدكم أن أبذل قاية جهدي وكل ما في وسعي حفاظاً على رفعة الكويت وعزتها وحماية أمنها لأمنها واستقرارها. والمزيد ينضم إلينا من الكويت عادل عيدان موفد العربية إلى هناك. عادل، أهلا بك، يوم طويل وحزين أيضا، كيف كانت وإلى أين وصلت الترتيبات المتعلقة بنقل الحكم؟ كما ذكرت ميسون، بعد الأداء اليمين الدستورية تلا أمير الكويت النطق السامي، وكان من الملاحظ هناك غصة في صوته عندما يتذكر وفاة أخيه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، مسيرة امتدت لسنين طويلة. الملاحظ اليوم حينما كان هو على رأس مستقبل جثمان الأمير الراحل في المطار، وكذلك قبل الصلاة عليه طلب من المشيعين
التوقف قبل الدخول إلى المسجد، مسجد بلال بن رباح، حيث اقتصرت الصلاة هناك على أسرة الصباح وبعض المعزين. قبل رأس الأمير الراحل، قبل الجثمان وألقى عليه نظرة الوداع الأخيرة قبل الصلاة عليه. بالنسبة لهذا اليوم والترتيبات، غدا سوف يكون هناك استقبال لوفود المعزين منذ الصباح. سيكون استقبال المعزين، قد تكون المراسم مقتصرة ومختصرة بسبب إجراءات الاحتياطية والاحترازية لمجاهدة أزمة فيروس كورونا. قد يكون هناك وفود رؤساء أو من ينوب عنهم، إلى الآن لم يتحدد الأمر بشكل نهائي. هو كورونا غير كل عاداتنا وتقاليدنا عادل بكل الأطر، ولكن نقل الحكم كان سلس ومر مرور الكرام إذا ما صح التعبير. هل هذا يمكن أن نقول عنه أنه كان بسلاسة كاملة، وماذا نتوقع؟ بالتأكيد، رغم ما ذكرتي من أن كورونا يعني أترك أيضا فوق فقد الكويتيين لأميرهم الراحل غصة عدم وداعه في شوارع الكويت، كما حدث مع الشيخ جابر الأحمد في العام 2006، حيث غصت الشوارع بمودعيه إلى مثواه الأخير. هذه اليوم اختصرت حتى مراسم الدفن على أسرة الصباح والمعزين المقربين منهم. لكن ما يخص الانتقال في الحكم إلى الشيخ نواف الأحمد، بالفعل هذا هو الثابت رغم المتغيرات الكثيرة التي حدثت في هذه السنة. الثابت أن الدستور الكويتي في قانون توارث الإمارة في المادة الرابعة كان واضحا، انتقل مسند الإمارة من الشيخ صباح الأحمد الأمير الراحل إلى الشيخ نواف الأحمد في جلسة خاصة عقدت في مجلس الأمة، أدى اليمين الدستورية وباشر مهام عمله أميرا للكويت. صحيح. بعد أن نادى به يوم أمس مجلس الوزراء أميرا للكويت. الآن سيكون هناك أيضا على مدى الأيام القليلة، يترقب الكويتيون بالتأكيد بعد انتهاء براسم العزاء من سيختار. صحيح. أمير الكويت الحالي ذلك وليا لعهده، ويكون الأمير المستقبل. نعم، من الكويت عادل يعني أيضاً. ولكن أيضا ستكون في جلسة خاصة لمجلس الأمة. صحيح. موفد العربية، شكرا جزيلا لك. هذه عودة مشاهدينا الآن للملف الرئيس والتصريحات التي خرجت من الخارجية الروسية والمتعلقة بملف أرمينيا أذربيجان. طبعا الخارجية الروسية تحدثت عن إرسال مرتزقة للمشاركة في هذه المعارك للتعليق. معنا من باكو حكمة حجييف، مساعد رئيس جمهورية أذربيجان، رئيس قسم شؤون السياسة الخارجية لجمهورية أذربيجان. أهلا بك أستاذي سيد حكمة. يعني أبدأ بالتصريحات الروسية، الخارجية الروسية تقول ما تم تداوله منذ فترة إن كان بالإعلام أو من خلال منظمات حقوقية، قالوا أنه هناك تأكيد لنقل مرتزقة وصفوهم بالإرهابيين السوريين القادمين من ليبيا، كيف تردون؟ لدينا مخاوف كثيرة في أذربيجان من ما تقوم به أيضا أرمينيا في إشراك بعض الإرهابيين والمرتزقة في منطقة الصراع، وهذه ليست بحقيقة جديدة، فمنذ سنوات طويلة قد عكفت أرمينيا على هذا الأمر، والآن تقوم أيضا بإشراك بعض إرهابيين من دول أخرى لإقليم ناغورنو كاراباخ. سيد حكمة تسمح لي. وقد حدثت أيضا سابقة في تسعينيات القرن الماضي، حيث كان هناك مجموعة من التنظيمات الإرهابية التي تم نشرها أيضا على حدود أذربيجان، وكذلك وكالة الاستخبارات الأرمنية هي التي كانت تدير هذه العمليات، وهذا مصدر قلق بالنسبة لنا في أذربيجان وللأسرة الدولية. طيب سيد حكمة، الاتهامات مبادلة ما بين الطرفين في
فيما يتعلق بالمرتزقة، ولكن الآن نحن نتحدث عن تأكيدات روسية بهذا الإطار. هل يمكن القول بمعنى آخر من خلال إجابتك بأنه تبرير، لأنه فعلا أيضا أنتم لجأتم إلى المرتزقة؟ كلا، أذربيجان لا تحتاج إلى أي مرتزقة، فلدينا قوات مسلحة ممتهنة ومحترفة، ولدينا العدد الكافي من القوات في أذربيجان، ولا نحتاج إلى أي عديد من القوات من دول خارجية. فأذربيجان تقوم بالدفاع عن حدودها وعن سلامتها الأقليمية من العدوان الأرميني الذي يقوم بشن تلك الهجمات، ونقوم بالدفاع عن حقوقنا. وقوات الأذربيجانية تتقيد بالقانون الدولي وتعمل لحماية سيادة البلاد، وأيضا لضمان سلامة هذه الأراضي من أي عدوان أرميني. هل ستردون على الخارجية الروسية لأنها أصدرت هذه الاتهامات رسميا ومباشرة؟ ولماذا يمكن أن تخرج بهذه التصريحات؟ ألا تعلم أنها ستستفز دولتكم؟ لقد ردينا، لقد أجبنا سلفا على تلك التصريحات، وقمنا بالرد على ما قامت به وزارة الخارجية الروسية في اتهاماتها التي كانت قد أوضحت أيضا مخاوف من وجود مرتزقة. وأود هنا أن أشاطر مخاوف حكومة أذربيجان حول الجانب الأرميني وما يقوم به من خلال نشر مجموعة كبيرة من إرهابيين جاءوا من دول الشرق أوسطية للحرب في أذربيجان. نحن لدينا معلومات مؤكدة، وما قام به السفير الأذربيجاني من خلال عمليات استخباراتية تؤكد بأن هناك مجموعة كبيرة من الإرهابيين والمرتزقة الذين يتم نشرهم، وهذا الأمر مؤكد. وهناك بعض القوات التي توجد أيضا إلى الجانب الأرميني. هل نقرأ أيضا من هذا الكلام أنه المعركة مستمرة، وهل يمكن لها أو لرقعتها أن تتوسع أكثر؟ نعم، المواجهة العسكرية لا تزال تدور رحاها في هذه المرحلة، طالما أن أرمينيا التي بدأت. وأذكركم بأنه قبل 4 أيام شرعت القوات الأرمينية بمباشرة الهجوم، وقمنا نحن باتخاذ إجراءات مضادة لضمان حماية المدنيين، وكنا قد طالبنا بالسلام وشرعنا منذ 3 عقود من الزمن بعملية مفاوضات ترمي إلى تحقيق السلام، لكنهم قاموا بجملة من الأنشطة التي تزعزع هذا السلام. ولا يمكننا أن نقبل عملية التطهير العرقي الذي تقدم عليه أرمينيا بحق السكان الأذريين، فما من حالة يمكن من خلالها أن نقبل مثل هذه التصرفات، لأن هذا يشكل إهانة للمسلمين، وتعكف أرمينيا على استمرارها في انتهاكاتها للمسلمين. وكانوا قد قاموا بأكثر من مناسبة أيضا باستخدام تلك الممارسات التي تقوض حق المسلمين وبعض الأبرياء الآخرين أيضا في أذربيجان، ولا سيما في المناطق التي يحتلوها، وهم يستمرون في قتل الكثير من المدنيين من أذربيجان، فأكثر من 40 شخصا قد لقوا حتفهم، وأكثر من 44 واحدا منهم قد لقوا حتفهم، وعلى الأسرة الدولية أن تنظر إلى هذا الأمر، ولا سيما بأن هناك دول كلها لا توجد لديها أي علاقات مع أرمينيا مثل تركيا والسعودية، لا يمكنها أن تقبل بهذا الأمور. ونهيب أيضا بمنظمة التعاون الإسلامي أن تصل إلى قرار من أجل نزع فتيل التوتر الذي نشهده في الفترة الحالية، ولا يمكن أيضا أن يتم القبول بهذا العمل العدائي من جانب أرمينيا. لا بد لأرمينيا أن تقوم بإصغاء السمع لمطالبات الأسرة الدولية والتوقف عن هذه الانتهاكات، لأنه نرغب في نهاية الأمر أن نحقق سلاما مستداما.
طبعا سيد حكمة، المشكلة الكبيرة أنه التصريحات يقابلها تصريحات مضادة، يعني بالأمس كان معنا الرئيس الأرميني وتحدث نفس الكلام ولكن على العكس، بمعنى آخر أنكم أنتم من بدأتم، أنكم أنتم من تقومون بالإبادة الجماعية إلى آخره. وبالتالي لن أدخل في تفاصيل هذه النقطة بقدر ما أريد أن أتطرق إلى المناشدة إن كان للسعودية أو منظمة العمل الإسلامي وغيرها. إذا ما دعت هذه الجهات للحوار، هل أنتم على استعداد للحوار الآن؟ بالنسبة لما يتعلق بما قاله الرئيس الأرميني، فأنتم لديكم أرمينيا كبلاد لديها سيادة، ونحن هذا الأمر ينطبق علينا، لكن السؤال هو ما هو دور القوات الأرمينية الموجودة في ناغورنو كاراباخ؟ نحن لدينا أكثر من مليون لاجئ منذ تسعينيات القرن الماضي، لا زالوا يعاملون كمعاملة اللاجئين وهم في هذا الأقليم، ويعانون من صعوبات كثيرة في العيش. ولذا لابد لدول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أن يمدوا يد العون لهؤلاء اللاجئين. ونرى في نفس الوقت أن رئيس الوزراء الأرميني يحاول يقوض عملية المفاوضات التي كانت أساسية. أرمينيا ووزير دفاعها قال بأن أرمينيا تقوم بالعمل على تحقيق المزيد من الأراضي الموجودة بمحاذاة كاراباخ المحاذية للحدود لأذربيجان. كل هذه التصريحات تشكل عملية استفزاز كبيرة، وكلها قد انطلقت في المقام الأول من أرمينيا. أرمينيا هي التي اختارت هذا المسار، وهذا الأمر لابد أن يكون مصدر قلق للأسرة الدولية. أرمينيا على الجميع أن يعلموا الحقيقة، هي التي تقوم بعمليات إبادة جماعية بحق الشعب الأذري. اسمح لي، عن الأمن والسلام لكافة المدنيين. لذا فإننا نتطلع لوجود قوات تقوم بإنفاذ السلام ووقف أي عمليات استفزاز وفقا لقرارات مجلس الأمن. سيد حكمة اسمح لي، بسبب الترجمة لا أستطيع إيقافك بطريقة لبقة، ولكن اسمح لي أريد موقف أذربيجان. روسيا تدعوكم للتفاوض، هل روسيا بالنسبة لكم وسيط ممكن الاعتماد عليه، وما موقفكم من التفاوض؟ نعم بكل تأكيد، روسيا فهي دولة جارة مقربة من أذربيجان ودولة صديقة، وروسيا هي واحدة من الدول الراعية في مجموعة مينسك وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولروسيا علاقة تاريخية تجمعها مع البلدين أرمينيا وأذربيجان، وأذربيجان مستمرة في عملية التفاوض ولا يوجد لدينا أي مشكلة. لكن المشكلة تبدو من الجانب الأرميني، وهناك خارطة الطريقة التي يجب العمل عليها من خلال القرارات التي صدرت سابقا. وإذا ما كانت هناك وساطة من الدور الروسي، فإن أذربيجان ترحب بذلك الأمر، ونطلب أيضا من شركائنا والأسرة الدولية أن تحث أرمينيا على القيام بتنفيذ واجباتها المنصوص عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول مسألة إزالة كافة القوات المسلحة في المناطق التابعة لأذربيجان. من باكو حكمة حجييف، مساعد رئيس جمهورية أذربيجان، رئيس قسم شؤون السياسة الخارجية لجمهورية أذربيجان، شكرا جزيلا لك في نشرة المساء، ولكن بعد قليل. الحركة الديمقراطية في تونس تتهم زعيم النهضة بالتعدي على صلاحيات الرئيس. صلاحياته الدبلوماسية الشعبية وما نعرفش إيش، وإلى في اتهام ضمني لتركيا، موسكو تندد بإرسال مرتزقة سوريين وإرهابيين من ليبيا إلى كاراباخ. الحكومة مسؤولة عن كل هذه المسائل لحسم هذه بغداد المسائل. ترفض استهداف البعثات الدبلوماسية وترى في إغلاق السفارة الأمريكية رسالة خاطئة.
جثمان الشيخ صباح الأحمد يوارث ثرى، والشيخ نواف الأحمد يتعهد بحماية الكويت وأمنها. The question is, المناظرة الأولى، معركة لفظية قاسية تحولها إلى الأسوأ في ميزان تاريخ المناظرات الأمريكية. وإلى هذه المناظرة، نشر كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي بسباق الرئاسة الأمريكية 2020 جو بايدن مقاطع فيديو من المناظرة الحادة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء. ترامب انتقد بشكل صريح مدير المناظرة، نشر صورة تضعه في جهة طبعا كما نشاهد هنا، وفي الجهة الأخرى وضع المذيع كريس وولس وبايدن طبعا في إشارة إلى أنه كان يناظر الاثنين معا. وفي تغريدة منفصلة نشر ترامب مقطع فيديو من إجابة منافسه حول موضوع فيروس كورونا قائلا: إذا استمعنا لجو بايدن في موضوع فيروس كورونا لتوفى الملايين من الناس. كما نشر ترامب فيديو آخر بتعليق قال فيه: يرفض جو بايدن الإجابة على سؤال حول المحكمة العليا. Whatever position I take on that, that'll become the issue. The issue is the American people should speak. You should go out and vote. You're in voting now. Vote and let your senators know how strongly you feel. Let vote now. Make sure you in fact let people know your senator. I'm not going to answer the question because ومن جهته نشر بايدن مقطع فيديو على صفحته الرسمية بتويتر حول موضوع الرعاية الصحية وقال: إن دونالد ترامب يريد قطع الرعاية الصحية عن الملايين من الناس خلال جائحة عالمية. وفي تغريدة منفصلة نشر جو بايدن أيضا مقطع فيديو آخر حول توتر العلاقات مع الصين خلال فترة ترامب الرئاسية قائلا: إن دونالد ترامب يتحدث كثيرا عن فن الصفقات، ولكن تحت نظره الصين أتقنت فن السرقة. He talks about these great trade deals. You know, he talks about the art of the deal. China's made perfected the art of the steal. We have a higher deficit with China now than we did before. كيف علق الإعلام على هذه المناظرة؟ وكالة الأنباء الفرنسية رأت أن بايدن تحكم بالمناظرة أمام ترامب، قالت إن أداء ترامب أظهره كرئيس مشاكس. طبعا وفقا لأحدث استطلاع من موقع 538 الأمريكي، فإن شعبية بايدن ارتفعت بست نقاط في عدد من الولايات، لكن الرئيس ترامب لا يزال على مسافة قريبة منه. أما شبكة CNN والمعروف أنها ليست على وفاق مع ترامب، أفادت في استطلاع أجرته بعد المناظرة بأن 72% رأوا أن بايدن كان صاحب الأداء الأفضل مقابل 28% لصالح ترامب. لكن يرى محللون أنه لن يكون لهذه المناظرة تأثير حاسم في مجريات انتخابات نوفمبر. لماذا؟ أظهرت نتائج استطلاعات عام 2016 طبعا بعد المناظرة بين ترامب وهيلاري كلينتون تفوق كلينتون، لكن الفائز النهائي كان ترامب. كذلك الحال في عام 2004، كان فوز المرشح الديمقراطي جون كيري على جورج بوش الابن شبه مؤكد قبل أن يخسر الانتخابات أيضا. مشاهدينا، يبدو أن فريق من الأمريكيين لم يعجبه كلا المتنافسين، فقد ارتفعت عمليات البحث على جوجل عن الانتقال إلى كندا. طلبات البحث ارتفعت عن كيفية التقدم للحصول على الجنسية الكندية بعد حوالي ساعة واحدة فقط من المناظرة الرئيسية، لكن وبسخرية لم يستقبل الكنديون الأمر بالترحيب، ومنهم من قال: عذرا، لقد بنينا جدارا على حدودنا الجنوبية. Free market approach, lower taxes, more deregulation. In 47 months, I've done more than you've done in 47 years, Joe. You're the worst president America has ever had. Come on.
I got rid of the individual mandate, which was in light of all the lies he's told you about the whole issue relating to COVID. He still hasn't even acknowledged that he knew this was happening, knew how dangerous it was going to be back in February. If we would have listened to you, the country would have been left wide open. Millions of people would have died, not 200,000. Says that that kind of an increase in taxes is going. The mayor of Moscow's wife gave your son $3.5 million. What did he do to deserve it? I want to talk about families and ethics. I don't want to do that. I mean, his family, we could talk about all night. This is a president who has used everything as a dog whistle to try to generate racist hatred. When they run through the middle of a town and burn down your stores and kill people all over the place, that is not peaceful. Promising a health care plan since he got elected. He has none, like almost everything else he talks about. Drug prices will be coming down 80 or 90%. You could have done it during your 47-year period in government, but you didn't do it. Nobody's done it. So we're cutting health care. My economic plan would create 7 million more jobs than his in 4 years. We had 10.4 million people in a four-month period that we've put back into the workforce. That's a record the likes of which nobody's ever seen before. And he wants to close down the... He will shut it down again. He will destroy this country. اتهم نجيب الشابي الأمين العام للحركة الديمقراطية في تونس حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي بتطويع الدولة والمجتمع في تونس طيلة 10 سنوات لخدمة مصالحها الحزبية والمادية. السيد راشد الغنوشي بدأها بمحاولة التمدد ومنازعة رئيس الجمهورية في صلاحياته والدبلوماسية الشعبية وما نعرفش إيش، وإلى حد الآن ومحاولة السيطرة على حكومة الفخفاخ، والآن معناها ما نجمش نتهم لأنه الأمور تصير وراء ستار ولكن الأخبار توصل أن هناك رغبة في احتواء حكومة سيل مشيشي وتوظيفها في التعيينات في الإدارة إلى آخره. إلى محمد الآن وأخبار الملاعب واللاعبين. محمد، أخبار رياضة حياكم الله. حسم نادي النصر السعودي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في النسخة الحديثة التي انطلقت في 2003، وذلك بعد فوزه على مواطنه أهل جدة بهدفين دون مقابل. الأرجنتيني غونزالو مارتينيز منح النصر التقدم بعد أقل من ربع ساعة على صفرة البداية محرزا هدفه الأول مع النادي السعودي، وضاعف عبد الفتاح عسيري النتيجة في مطلع الشوط الثاني مسجلا الهدف الثاني في شباك فريقه السابق. وينتظر النصر في نصف نهائي البطولة القارية أحد المتأهلين من فريقي بيرسبوليس الإيراني وبختكور الأوزبكي على أن تقام مباراة دور الأربعاء يوم السبت المقبل. زكى أعضاء رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبد العزيز العفالق رئيس نادي الفتح السابق ليكون رئيسا للرابطة خلفا للمستقيل مسلي آل معمر، وأصدر المجلس جدول الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين، ومن المقرر انطلاقته في 17 أكتوبر مع الإبقاء على 5 تبديلات لكل فريق، فيما عدل الحد الأعلى من اللاعبين المسموح بإشراكهم في قائمة كل فريق. طالبت وكيلة وزارة الصحة الإيطالية ساندرا زامبا رابطة الدوري في بلادها واتحاد الكرة باتخاذ قرار بشأن إمكانية إيقاف فوري لمسابقة الدوري بعد تسجيل زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا في جنوة هذا الأسبوع. وفي مذكرة لوزارة الصحة أكدت أنه وفقا للبروتوكول الصحي فإنه لا يمكن للاعبي كرة القدم الذين أصيبوا بفيروس كورونا خوض المباريات حتى حين تحول نتائجهم إلى نتائج سلبية.
وضعت سلطات الضرائب الإسبانية اللاعب البرازيلي نيمار مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على القائمة السوداء بسبب ديونه الضريبية التي تجاوزت 34 مليون يورو وفقا لوثيقة نشرت اليوم على موقع الهيئة الرسمية للضرائب. وتصدر اسم نيمار الذي لعب مع برشلونة في الفترة بين 2013 و2017 يتصدر قائمة تضم آلاف الأفراد والشركات، وهو الأعلى بين جميع المدينين بحسب الوثيقة. أعلن نادي ريال مدريد تعرض نجمه البلجيكي إيدن هازارد لإصابة عضلية جديدة قبل ساعات قليلة من مواجهة بلد الوليد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. كان من المنتظر أن يخوض هازارد أول مباراة له خلال الموسم الجديد بعد غيابه عن مباراتي فريقه السابقتين. اعترف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة بارتكاب بعض الأخطاء في إصراره على الرحيل عن النادي الكتالوني خلال الصيف الجاري، وذلك من خلال مقابلة صحفية. وقدم ميسي اعتذاره لجماهير النادي وطالب بوحدة الجميع ووضع حد للخلافات ونبذ الصراعات التي شهدها النادي في الفترة الأخيرة. في المقابل أكمل برشلونة استعداداته لمواجهة سيلتا فيغو مساء الخميس ضمن الجولة الرابعة من الدوري. قائمة برشلونة شهدت انضمام نفس اللاعبين الذين انضموا إلى مباراة الفريق في الجولة الماضية أمام فياريال باستثناء غياب الثنائي هذه المرة جونيور فيربو ورافينيا الكانتارا. بعد تصريحات ليو ميسي لا أعتقد أن الأمور ستكون أهدأ على الأقل بالنسبة لشخص يدرب برشلونة، لكنه شيء إيجابي أن يخرج قائد الفريق ويعبر عن مشاعره نحو النادي، وأمل أن نكون أكثر هدوءا في الفترة المقبلة عما كنا عليه في السابق. أعتقد أنه من الواجب علي كمدرب أن أجد التوليف المناسب لمساعدة ميسي على التألق وإخراج أفضل ما لديه. رأيت في الأسابيع الماضية ما تعني كرة القدم لميسي. تعاقد نادي أستون فيلا الإنجليزي مع لاعب الوسط روز باركلي على سبيل الإعارة لموسم واحد من صفوف تشيلسي. وبدأ باركلي ابن 26 مسيرته في إيفرتون قبل أن ينتقل لصفوف تشيلسي في يناير 2018، وسبق له تمثيل منتخب إنجلترا في 33 مباراة دولية. ويستضيف أستون فيلا فريق ليفربول حامل اللقب يوم الأحد المقبل في البريمير ليج. كانت هذه أبرز أخبار الرياضة، نعود الآن إلى ميسون لاستكمال النشرة. إليك ميسون. شكرا محمد. ومشاهدينا ننقل لكم الآن هذه الصور لاستهداف مطار أربيل بصواريخ. بحسب ما أعلن هشيار زيباري أكد أن المطار استهدف بصواريخ كما استهدف قبل يومين مطار بغداد أيضا مطار العاصمة بصواريخ. تلك الصواريخ صواريخ كاتيوشا التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية للإعلان عن إغلاق سفارته هناك. من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أيضا قنصلية الأكبر في العالم في أربيل، وكانت ستنقل الأعمال كاملة إلى أربيل. إذن مشاهدينا نشاهد الآن هذه الصور الأولية التي لما يعتقد بأنه استهداف لمطار أربيل بصواريخ. إلى العناوين. في اتهام ضمني لتركيا، موسكو تندد بإرسال مرتزقة سوريين وإرهابيين من ليبيا إلى كاراباخ. الحكومة مسؤولة عن كل هذه المسائل. بغداد ترفض استهداف البعثات الدبلوماسية وترى في إغلاق السفارة الأمريكية رسالة خاطئة. جثمان الشيخ صباح الأحمد يوارى الثرى، والشيخ نواف الأحمد يتعهد بحماية الكويت وأمنها. المناظرة الأولى معركة لفظية قاسية تحولها إلى الأسوأ في ميزان تاريخ المناظرات الأمريكية. نشرة المساء انتهت، والآن مع نادين والعربية الليلة. إلى نادين.
شكرا لميسون. إذا مستمرون معكم وسنكون معكم بعد قليل في العربية الليلة في ساعتين إخباريتين مفصلتين. ما جديد التطورات فيما يتعلق بناغورنو كاراباخ؟ وهل نحن أمام مواجهة أوسع وأعمق وأكثر من حدود كاراباخ بين أذربيجان وبين أرمينيا؟ أيضا سيكون لنا وقفات فيما يتعلق بملفات أخرى في المنطقة والعالم. وأخيرا الانتخابات الأمريكية، تابعونا بعد قليل.